السلام عليكم، معكم دكتورة أمل، وحديثي اليوم على غير عادة موجه إلى الناطقين بالعربية. ومنبدأ بسؤال غريب: هل أتكلم مع ابني باللغة الإنجليزية؟ الحديث له عدة محاور، ومثل العادة رح بسطه. منبدأ بالمحور الأول، وهو أهمية تعلم اللغات. يولد كل طفل ولديه 100 مليار خلية عصبية غير متصلة ببعضها، وخلال السنة الأولى يقوم الطفل بالتواصل مع المحيط الخارجي، مما يؤدي إلى نشوء وصلات عصبية، اتصالات عصبية بين الخلايا، فبيبقى عددها نفسه، ما بتزيد بالعدد، ولكن تنمو في الحجم وتتضاعف الاتصالات بينها حتى يتضاعف حجم الدماغ، وذلك لاستيعاب التطور السريع في التعلم والاكتساب. في السنة الأولى تبدأ الذاكرة بالنمو مع تعلم المهارات اللغوية، وقت بصير عمر الطفل سنة ونص بيكون قادر على تمييز الصح من الخطأ. انتبهوا، نقدر نعلمه انه هذا صح وهذا خطأ. ومع نهاية السنة معظم الأطفال بيكونوا قادرين على نطق جملة كاملة. مع نهاية السنة الثالثة تتطور القدرات المعرفية لدى الطفل من تقييم وتحليل وتذكر وربط المعلومات، ويبقى ذهنه مفتوح حتى سن 7 سنوات بشكل كبير لتلقي وتعلم اللغة الأم الأصلية. المحور الثاني من الكلام، ما هي اللغة؟ هي عبارة عن برمجة عصبية لدماغ الإنسان لتعليمه أنه يفكر باللغة التي يتعلمها، بلغته الأم. المحور الثالث، ماذا عن اللغة العربية؟ إنها أم اللغات قاطبة، هي اللغة السهلة الممتعة الغنية القوية التي يكون من السهل جدا تعلمها على الإنسان إن ولد عربيا وتعلمها بالفطرة، أما بتكون صعبة على الغير العربي إنه يتعلمها. ومنقول عن اللغة العربية أن أم اللغات الحديثة اللي بالعصر حاليا، لأنه ما في لغة في العالم الحديث إلا وأخذت من اللغة العربية واقتبست العديد من الكلمات. اللغة الإنجليزية مثلا أخذت أكثر من 10,000 مفردة من اللغة العربية بتحوير أو بدون تحوير، ومثال على ذلك أخذوا كلمة قنديل وعملوها كندل يلي هي الشمعة. اللغة العربية بتتميز أنه فيها كم هائل من الألفاظ ومعاني مترادفة، ولكن رغم أنها مترادفة ولكن يحمل كل معنى خصوصية، وهي اللغة يلي اختارها رب العالمين لحتى يوصل آخر رسالة منه من السماء إلى الأرض، إلى سكان الأرض، وهي لغة أهل الجنة. ولكن رغم كل هالميزات اللي بتحملها اللغة العربية إلا أنها مظلومة في هذا العصر، حيث انقرضت كثير من كلماتها. يعني إذا حدا منكم هلأ رجع بده يقرأ معلقة من المعلقات، نص الكلمات وأكثر ما رح يفهمها. وسيطرت أيضا في كل مكان اللهجة المحلية، ولولا اللغة الفصحى كمان ما كنا كتير فهمنا على بعضنا في المناطق المختلفة من الوطن العربي. في مقولة بتقول أن قوة اللغة تأتي من قوة الناطقين بها، وهذا صح. مع الأسف أصبح العرب أكثر الشعوب تخلفا وانحطاطا إلا ما رحم رب، ولم يقدروا أن اللغة العربية التي يحملونها أنها أعظم اللغات على الإطلاق، وأنها بحاجة إلى إثراء لغوي وعلمي، فضيعوها، ولكن بتبقى محفوظة في القرآن الكريم الذي ينقل إلى عقل الإنسان المحدود ما يقصده المطلق. وبما أنه المنتصر بيفرض على المغلوب أن يكتب هو التاريخ، فعلى المغلوب أن يقبل ذلك، ولكن الأمر تعدى ذلك إلى الافتتان به والانتقال إلى تقليده. وهون في قاعدة بتقول أن قوة الأمم تقاس بانتشار لغتها وثقافتها. بالمقابل في مقولة باللغة الإنجليزية ترجمتها بتقول: لولا اللغة الإنجليزية في هذا الزمان لما فهم أحد على أحد، لأنه بالمناطق اللي بيكون فيها جنسيات متعددة فاللغة الإنجليزية هي بتبقى أسهل طريقة للتواصل بيناتهم. وهلأ المحور الرابع، إجا دور الحديث عن اللغة الإنجليزية. إنها لغة سهلة وميسورة التعلم، ويستطيع الإنسان أن يتعلمها في أي فترة ومرحلة من مراحل حياته. صحيح أنه اللي بيتعلمها صغير بيتقن اللكنة، ولكن بيبقى مجال تعلمها مفتوح. وأنا اخترت اللغة الإنجليزية لأن أصبحت هي اللغة يعني رقم واحد في هذا العصر للتخاطب والتحدث، ولكن ما ينطبق على اللغة الإنجليزية ينطبق على أي لغة تانية. بالنسبة للعربي اللي اللغة العربية إلهن هي اللغة الأولى، اللغة الأم. كل هالحديث لحد الآن اللي حكيناه هو عبارة عن مقدمة لسؤال مهم، هو
ما هو أفضل وقت لتعلم اللغة الثانية مع اللغة العربية الأصلية؟ أنا اطلعت على دراسات غربية، وفي دراسة عربية عملوها في جامعة الزقازيق بمصر، ورح أعطيكم الخلاصة. هناك دراسات تشير إلى أن إدخال لغة ثانية بشكل مبكر جيد، ولكنه شرط ألا يكون لغة التخاطب اليومية. يعني بمعنى خلي ابنك مثلا يتعلم لغة إنجليزي فرنسي اللي بدك إياه في المدرسة اللي هو فيها، أو في الروضة أو في الحضانة، في أي مكان، ولكن أنت ابقى احكي معه باللغة العربية. في دراسات أخرى بعكس هذيك بتقول إن التعلم المتأخر ابتداء من العاشرة أفضل، لكي لا يؤدي إلى إضعاف اللغة الأم. وفي بعض الدراسات ركزت إنه أفضل عمر لتعلم اللغة الثانية هو ما بين عمر 10 إلى 12 سنة، والسبب هو إنه هالمرحلة هي مرحلة صعبة، وهي المرحلة الأكثر تحدياً في الحياة، يعني لأنه الطفل بده يدخل فيها على سن المراهقة، وبالتالي بيبقى حساس وبيبقى عنده خصوصية هالعمر هذا. فيأتي تعلم اللغة الثانية كفتح آفاق له لكي يستمتع ويملأ وقته يعني بشيء مفيد له. بعض الباحثين أشار إلى نقطة مهمة، أنه يوجد مركز في الدماغ مسؤول عن تعلم اللغة، ولكن هذا المركز يكون متطور في بعض الأشخاص أكثر من الأشخاص الآخرين. هذا بيعني أنه في بعض الأشخاص عندهم استعداد بدماغهم لتعلم لغات عديدة، وهذا الشيء بيسهل عليهم كثير. فمن الممكن هالشخص اللي بيحس من حاله أنه عنده استعداد لتعلم لغات كثير أنه يستغل هالاستعداد هذا. وهلأ إجا دور الخاتمة والملخص. نصيحة مني، علم ابنك اللغة العربية في صغره واجعله يتقنها، وعندما يدخل المدرسة سوف يتاح له المجال إلى تعلم لغات عديدة. وهلأ اللي بده يتدارك ابنه في شغلة اسمها الطريقة النورانية، كتير بتسهل على الطفل تعلم اللغة العربية. ومن الخطأ الفادح إنه الواحد يتكلم مع طفل صغير عمره لسه بالسنوات الأولى باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى إنه هو بالأصل في المدرسة عم يحكوه باللغة الإنجليزية ويدرسوه إياها، فهون كأنك أنت عم تسلخ وسلخ تمام من لغة الأم. لأنه مثل ما قلنا إن تعلم لغة ثانية قبل سن السابعة سوف يؤثر سلبا على اكتساب اللغة الأم، لأنه مقدرة الطفل محدودة، وهالمقدرة هي ما بتسمح له إلا بطغيان لغة على الأخرى. وإذا كنت كتير حابب إنك تعلم ابنك اللغة الإنجليزية أو أي لغة ثانية بشكل مبكر، فمن الممكن، ولكن شرط إنه ما تكون وسيلة مطلقة للتخاطب، يعني إنك تحجب عنه اللغة العربية تماماً وتخاطبه فقط بالبيت والمدرسة باللغة الإنجليزية، فهذا غلط كبير. طبعاً لكل إنسان الحرية، ولكل إنسان الحرية في اتخاذ قراراته، ولكن قراره سوف يكون مسؤول عنه هو وحده. هذا باختصار الجواب على سؤال هل أتكلم مع ابني باللغة الإنجليزية؟ هو طبعاً ممكن، ولكن على ألا يطغى ذلك على تعلمه للغة العربية، وبيؤدي هالشيء هذا إلى انفصامه عن اللغة العربية بشكل تام وكامل، واللي نتائجه رح تكون وخيمة على الطفل ووبيلة، ولو كانت يعني مو فورا، فيما بعد سيحصد الطفل النتائج هي حتى لو عاش بأمريكا أو أوروبا، لأن التفكير باللغة العربية مختلف عن التفكير باللغة الإنجليزية، وإنه الواحد لازم يعلم طفله الصلاة والدعاء باللغة العربية لأنه رح يحتاج إلى ذلك في حياته. كانت معكم دكتورة أمل، والسلام عليكم.